وكمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت وتعاونت مع وزارة النقل لتوفير أتوبيسات مجهزة لنقل مرتادي وروادي مهرجان العالمين من محافظة القاهرة والإسكندرية إلى مدينة العالمين الجديدة. وكمان للتجول داخل فعاليات مهرجان العالمين تم توفير الأتوبيس الترددي وصديق للبيئة هيكون بيعمل بالكهرباء لنقل طبعا المواطنين داخل فعاليات مهرجان العالمين. تفاصيل أكتر هنستعرضها خلال التقرير التالي. وسائل نقل فاخرة، أتوبيسات مجهزة تتحرك طوال فترة المهرجان، تبدأ رحلتها من القاهرة والإسكندرية لتيسير وتسهيل الانتقال على مرتادي مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. احنا عندنا الأتوبيسات الخاصة بسوبر جيت بتنطلق من القاهرة وإسكندرية وصولا إلى الشاطئ العام ومنطقة الحفلات. احنا الاتوبيسات التانية اللي هي الحضرية اللي هي الكهربائية بتربط الخدمات الشاطئية بالخدمات الخاصة بالمدينة، بمدينة العالمين القديمة، والتواجدات السياحية الموجودة على طول الطريق. احنا بنطلع خطين او معادين، معاد الساعة 7 الصبح ويرجع الساعة 8 مساء، ده للي عايز يجي يقضي طول اليوم على الشاطئ ويشوف الأنشطة ويشوف المهرجانات ويشوف الشركات اللي عاملة معارض أو أنشطة طلابية أو كده. دولت بيقضوا كل يوم عايزين يروحوا الشاطئ برضو العام بيروحوا وبيرجعوا الساعة 8 بالليل. الميعاد التاني الساعة 4 ويرجع الساعة 2 بالليل، ده اللي عايز يجي يحضر الحفلة المسائية بيقضي يومه برضو في الحفلة وفي المساء والجو الجميل وبيرجع آخر الليل إن شاء الله. دولت الميعادين دولت من القاهرة من محطة عدلي منصور، ودي محطة تبادلية بتوصل لها جميع وسائل النقل. الرحلات بتبدأ من القاهرة بتاخد في حدود من 4 ساعات لخمس ساعات في الطريق على حسب السرعات المقررة من إدارة عامة المرور. بنوصل مقرنا المحدد لينا في العالمين الجديدة حسب ما الشركة بتحدد لنا. طبعا الناس مشتاقة انها تيجي هنا في العالمين، المكان جميل ساحر، المكان جميل جدا فعلا بجد، حاجه جميله جدا وحاجه فوق الممتازه اللي احنا بنشوف حاجه مختلفه في مصر. وياتي هذا بعد تعاون بين وزاره النقل والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بتوفير اتوبيسات صديقه للبيئه مجهزه باعلى تقنيات من الخدمات من مخارج للشحن وتكييفات وسعه كبيره للجلوس والوقوف، بالاضافه لبنيه تحتيه تخدم وسائل النقل الذكيه بمدينه العالمين الجديده. وفور وصولك لمدينة العالمين الجديدة لتستمتع بأجواء المهرجان في نسخته الثانية تجد أنواعا أخرى من الأتوبيسات صديقة للبيئة تنقلك من مكان إلى آخر لتستمتع بأجواء المدينة الجديدة. أما وسائل النقل الداخلية فتتحرك داخل المدينة لتنقل مرتادي المهرجان من فاعلية إلى أخرى مثل الممشى السياحي والمنطقة الشاطئية واليو أرينا، بالإضافة للمدينة الترافية نظرا لتنوع الفعاليات واختلاف أماكنها. طبعا مدينة العالمين الجديدة ده حدث كبير وجميل كل مصر بتشهده، وحاليا بيجرى مهرجان العالمين 2024. كان دور وزارة النقل انها دفعت بأتوبيسات صديقة للبيئة لتستكمل منظومة النقل داخل هذه المدينة الجديدة، بأتوبيسات كهربائية فيها كل الإمكانيات اللي تدي راحة للمواطن. احنا جاهزين 24 ساعة لأي تشغيل، ننقل الناس في أي وقت، بالليل بالنهار احنا جاهزين. الأتوبيس سعة عدد الكراسي 38 كرسي، ميزة جميلة جدا لذوي الهمم، ممكن يقدر يركب بمنتهى الأريحية بالعجلة بتاعته أو إذا كانت كهرباء أو عادية. وتنوعت فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية حيث اشتملت على عدد كبير من النشاطات الشاطئية والجوية والرياضية، فضلا عن الحفلات الغنائية والموسيقية المستمرة حتى آخر شهر أغسطس. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.